ها هم الأطفال الصغار في قرية معرت حرمة محافظة إدلب يساعدون الثوار في صناعة الأعلام، أعلام الثورة في هذا المصنع الميداني البسيط. أيش عم تعملوا يا أطفال يا صغار يا حلوين؟ عم تعملوا إعلام للثورة؟ عم تساعدوا الثوار؟ طيب أنتم ما بتخافوا من بشار الأسد؟ أنتم بتعرفوا إنه بشار الأسد عم يلاحق الأطفال اللي بيساعدوا الثوار، انتم ما كنتوا خايفين من الدبابات والطيارات؟ ولا من الاعتقال؟ يا سلام انتم ابطال. طيب ايش بتوجهوا رسالة لبشار الاسد؟ لاسقاط النظام. وايش الساع؟ بدنا نعدمه. بدكم تعدموا؟ نعم، اعدام بشار الاسد اصبح مطلب لكل سوري بما فيهم الاطفال الصغار. شكرا لكم يا اطفال.